مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء العربية الفريدة التي لم تعد منتشرة كثيرا في وقتنا الحالي، بالرغم من كونها من الأسماء ذات المعاني الحسنة والطيبة. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم راضية. راضية اسم علم مؤنث من أصل عربي، مذكرها راضي، وهو صفات مشبهة تدل على الثبوت من الفعل رضي ورضي بي ورضي على ورضي عن، يرضى رضا ورضاء ورضوانا، فهو راض ورضي وهي راضية ورضية. يقال رضي الشخص أي قنع واكتفى بما كتب له، ورضي عن فلان أي أحبه ووافق عليه، ورضي بالشيء أي قبل به وسلم. والراضية هي الإنسانة القانعة بما أرادته أو ما وصل إليها، القابلة على ما أتاها من نصيب، المطمئنة في حياتها، القنوعة في معيشتها وما اختارته لنفسها وما كتب الله لها. وقد ورد في القرآن الكريم مرات عدة، منها قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، سورة الفجر آية 28. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة رقيقة في مشاعرها، متواضعة ومسالمة وعطوفة، منفتحة على الحياة، محبة لها ومتمسكة بها بدرجة قوية، تعود نفسها دائما على التسامح والابتعاد عن الانتقام، تضحي من أجل الآخرين لدرجة أن البعض يعتقد أنها ساذجة، تملك القدرة على جمع المال ولكنها تصرفه بكل سخاء، تحب السهر والفرفشة مع الأصدقاء. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم راضية؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.